السلام عليكم سي الحسين، كي داير؟ لاباس عليك، كلشي بخير. تحياتي للاعضاء وعضوات الاكاديميه الفلاحيه الافريقيه. انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. هذه النكتارينا، هذه كنا صبرنا هذه كاسي تقريبا واحد شهرين. كما تشوفوا بانه الشجر كما تيقولوا بانه ما تعطيكش الرمات ميكست، ما تعطيش الرمات الجداد. انتم كي تشوفوا الرمى العروشه، انا تنمشي العروشه بانهم عروشه قدام، هادو ولينا تنخدموا عليهم. علاش؟ بان الشجر صافي ولا حبس، ما تعطيكش كما تنقولوا حبس موقش يعطي. علاش؟ بان لقاو مشكله. انتم هادي راه محيد منا، حنا تنقولوا فلور كما تشوفوا، هادي ناقصين منها من الورد ديالها، وهادي مازال هاد الصف هذا مازال، الفرق راه باين. الاسباب اللي كانوا ديال هذا الشجر بانه ولا حبس، شو هانت شو كي ولا هنا، وهما على ما تيظنوا، على ما تيظنوا بان حقاش عندهم واحد الجار ديما كان الماء تيدوز لها الضيعه هادي، فاش هو تيسقي تيهبط ليهم الماء لهنا، وهو اللي تعطيو احتمال الاول، تيقولوا بانه حقاش الجذوره بانهم الماء اللي كان تيهبط ليهم تيهبط ليهم بزاف، وفي الوقت اللي بانهم خصهم ما يتسقاوش كان تيهبط الماء. داكشي علاش هاد الشجر هذا ولا هكا، ولكن تبارك الله وما شاء الله تعطي غله، واخا هكاك باقي تيعطيك. اي هو الاشكال اللي عنده بانه تيخدموا على العروشه قدام، ما كاينش هنا كاع الميكس دابا. ها انتم ممكن ما تشوفوا والو، بانك باش تجدد والو ما كاينش. العروشه ما كاينينش جداد كاع، لي غامو ميكس كاين هنا. اي هادي بالنسبه للزبير ديالها تتشد اليد شويه، ماشي بحال يا كانوا عروشه جداد تتجي سهله، هادي تتشد شويه اليد في الزبير.